نحصيو هذا الدعم، هذا الدعم الاجتماعي كامل اللي صرا، نلقاو باللي قرابه 8 ملايين مستفيد، 8 ملايين مستفيد من هذا، مستفيد مباشر من هذه عمليه الدعم. لما تروحوا تحسبوا مستفيد مباشر من عمليه الدعم وتعرفوا متوسط العائله الجزائريه، تعرفوا قداه المستفيد الغير مباشر من هذا الدعم الاجتماعي وهذا الدعم اللي تحدثت لكم عليه. هذه الزياده اللي مست أكثر من 8 ملايين مستفيد مباشر، وكي تضربها في عدد متوسط العائلات تشوف المستفيدين أيضا بصفة عامة من أفراد من الجزائريين، راح تساهم في رفع مستوى الطالب الجزائري، وأيضا راح تساهم في الديناميكية الاقتصادية، وكذلك راح تساهم في الوقوف والحد من الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية اللي كل تعرفوها، الأزمة الاقتصادية العالمية.